هنا الدكتور حسين عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، نسمع منه المزيد حول القمة في هذا اليوم. دكتور حسين، أهلا بك في قناة العالم. نحن نود أن نسمع منك حول يعني أعمال ومجريات القمة في الجلسة الصباحية وفي هذا اليوم عموما، أهم المواقف وأهم يعني المواضيع المطروحة في السر وفي العلن. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز جلسه افتتاحيه، فان جلسه الافتتاح افتتاح القمه بدات الساعه 10:30 صباحا، وفي مراسم الافتتاح فان سماحه قائد الثوره المعظم القى كلمه قيمه وثمينه حول اهداف منظمه عدوان الحياز، وتطرق باسهاب الى تطورات المنطقه، وكذلك قدم ارشادات ثمينه للاهتمام بالاهداف الاساسيه لحركه عدوان الحياز التي انطلقت من اساسها وخاصه القضيه الفلسطينيه، وقدم توصيات اشتملت بشكل كبير باتجاه شعار هذا المؤتمر وهو السلام والاداره الجماعيه للعالم وأيضا العدالة ومواجهة مناهضة السلطة، وهو أيضا من أمور المدرجة بشكل رئيسي على جدول الأعمال. وكذلك ألقى الرئيس محمد مرسي كلمة وفخامة الرئيس أحمدي نجاد، وأيضا استمرت الجلسة الصباحية بنقل الرئاسة للسنوات الثلاثة القادمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الرئيس مرسي. وفي جلسة الافتتاح أيضا وحسب النظام المعمول فإن كان الضيف الخاص هو السيد بان كي مون أمين عام للأمم المتحدة، وكذلك رئيس المجمع المنظمة الأمم المتحدة والذي ألقى كلمة، وكانت هناك هواجس بينها فيما يتعلق بحركة عدوان الحياز وعلاقاتها ودورها على الصعيد الدولي والعالمي. وبالطبع فإن من أهم المواضيع الأساسية التي تم التطرق لها هو الإشارة والتأكيد على أهداف هذه الحركة وأيضا وضع آليات وبرامج لتطبيقها. كان هناك حديث عن لقاء يجمع الرئيسين المصري محمد مرسي والرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، وقيل إن هذا اللقاء قد تم وطال ربما لأكثر من ساعة. اللقاء بين الدكتور مرسي وفخامة الرئيس أحمد نجاد كانت لقاء تم في مناخ ودي وصداقة، وفي هذا اللقاء تم التطرق إلى أهداف حركة عدوان الحياز والهواجس التي أبداها رؤساء الجمهورية، وخاصة تم التطرق إلى قضايا العالم الإسلامي أيضا وتبادل وجهات النظر. وكان اللقاء ودي وأخوي، وفي نفس الوقت أن فخامة الرئيس أحمد نجاد بارك للرئيس مرسي تسنمه لرئاسة الجمهورية في مصر، وبالمقابل فأن الرئيس مرسي أيضا اعتبر رئاسة الرئيس أحمد نجاد للسنوات القادمة الثلاثة لمنظمة عدم الانحياز فرصة مهمة بإمكانها أن كان هناك حديث عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إيران ومصر في هذه الزيارة. فيما يتعلق برفع مستوى التبادل الدبلوماسي كان أساسا مطروحا على اجتماع الوزراء، وتم بحثه أيضا في ذلك المستوى. ومن خلال اللقاءات الذي تمت بين فخامة الرئيسين فتم التركيز على أهداف حركة عدم الانحياز والمواضيع الثنائية والمواضيع الإقليمية. وقتكم يعني ضيق جدا وتريدون متابعة عدد من الجلسات والاجتماعات، ولكن هناك سؤال يشغل بال الكثيرين وهو حل الأزمة السورية، خصوصا أنه كان هناك مبادرة مصرية وأخرى إيرانية. إلى أين وصلتم في هذا المجال؟ بين المبادرة المصرية ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث المحتوى ومن حيث الأهداف التي تتبناها كل دولة جمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية، أكدوا اجتمع المبادرتان على الحل السلمي ومنع التدخل الأجنبي ووقف العنف والحوار الوطني. و فيما يتعلق بالمحتوى فلا اختلاف بين المقترحين، واجمعنا على ان الحلول السياسيه بامكانها ان تؤدي الحل السلمي، والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ايدت من البدايه ودعمت منذ البدايه مقترح الرئيس مرسي واعتبرتها
طريقا للحل السلمي لمنع العنف وكذلك منع تزويد الجماعات المسلحة ومنع إرسال السلاح إلى سوريا. هل وصلتم إلى يعني نقاط محددة اتفقتم عليها للعمل في المرحلة القادمة لحل الأزمة في سوريا؟ فيما يتعلق بسوريا كما تعلمون بأن هناك ابتكارا وخطوة تقدم بها الرئيس مرسي في اجتماع قمة مكة، والمبادرة المصرية كانت تؤكد على أنه تشكيل لجنة رباعية، اجتماع رباعي في القريب العاجل على مستوى وزراء الخارجية، ويجب أن ننتظر. شكرا على هذه المشاركة.